المنظر ده على الباك اوف ذا ارم عشان نشوف الترايسبس ماسل. كلمة ترايسبس يعني عندي 3 هيدز، ادي لونج هيد طالعة من الانفرا جلينويد تيوبركل، يعني هنا كان في جلينويد كافتي، دي طالعة من الانفرا جلينويد ايه تيوبركل، ده اللونج هيد. في عندي 2 شورت هيد، ادي لاترال هيد وميديال هيد، دول شورت هيد، دول طالعين من الباك اوف ذا هيومرس. اللاترال هيد اباف ذا سبايرال جروف والميديال هيد بيلو ذا سبايرال جروف. يبقى خلاص انتهت القصه على كده، ادي الترايسبس، ادي اللونج هيد طالع من الانفراجلينويد تيوبريكل، الشورت هيدز في لاترال هيد فوق السبايرال جروف، والميديال هيد طالع تحت السبايرال جروف اوف ذا هيومرس. وبعدين هنا كل دولت التلاتة هيدز بيتحدوا مع بعض ويعملوا انسيرشن هنا اهو في الاولكرينون بروسيس اوف ذا النا، في السوبيرو سيرفيس اوف ذا اولكرينون بروسيس اوف ذا ايه النا، المسل دي اللي هي المين اكستنسور اوف ذا البو جوينت، المين اكستنسور اوف ذا البو جوينت. طبعا بيقول لك ان ممكن اللونج هيد تساعد في الادكشن، ادي واحد. نمرة اتنين اللونج هيد بتعمل سبورت للشولدر جوينت، بتعمل سبورت للايه للانفيرور سيرفيس بتاع الشولدر جوينت، لكن ادي زي ما احنا عارفين المين دي ذا مين اكستنسور اوف ذا ايه البو جوينت، ادي اللونج هيد وادي لاترال هيد، وتحت هنا ايه الميديال هيد. لما نشوف الترايسبس هنا، ادي كل الترايسبس اهي زي ما احنا شايفين، ادي اللونج هيد طبعا، هنا كل التلاتة هيد اتحدوا مع بعض وعملت انسيرشن في الاولوكرينو بروسيس. هنا ببين لك ادي الريديان نيرف اهو، والبروفاند ارتري ماشي في السبايرال جروف اللي هو ده اهو، اللي هو بيفصل ما بين اللاترال هيد ودي الميديال هيد، يعني ده الاورجن بتاع اللاترال هيد، وده الاورجن بتاع الميديال هيد، وده الاورجن بتاع اللونج هيد، يعني ادي اللونج هيد من الانفراجلينو تيوبريكل، وادي اللاترال هيد وادي الميديال هيد، وبينهم السبايرال جروف، او السبايرال جروف اللي هو ده ماشي فيه الراديال ارتري والراديال نيرف والبروفاندا براكياي ارتري. فانا لما اجي اقلب الارم والاقي هنا ماشي الراديال نيرف، والاقي فوق هنا اهو فوقها ماسل، اقول دي اللاترال هيد، تحتها ماسل، دي اللي بنقول عليها الميديال هيد، كلها على بعضها تعمل هنا اكستنشن اوف ذا البو جوينت.